وبينما كان هذا مصير المحتجين على الأهدنة الرابعة، سمح لأنصار بنفليس بالتظاهر والتعبير عن مساندتهم لمرشحهم. من جهة أخرى، أمر اليوم وكيل الجمهورية إذاعة المناضل منسق ولاية الغرب للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق بطلين غرمول الحج الحبس المؤقت بتهمة إهانة موظف أثناء تأديته مهامه على خلفية اعتصامه داخل باحة مقر دائرة تيزي ولاية معسكر. وتندد اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمثل هذه الممارسات القمعية ضد أعضائها، فإنها تؤكد على شرعية مطالبيها ومواصلة النضال إلى غاية تحقيق أهدافها، وتطالب بإطلاق سراح جميع مناضليها.